بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة لتفتيح ونضارة فورية للبشرة بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندنا في المطبخ. يلا بينا نبدأ ونشوف اول مكون معانا. اول مكون يا بنات هيكون لبن مجفف او لبن بودرة. خد كده معلقة من اللبن البودرة، ده مغذي جدا جدا للبشرة وبيعمل تفتيح فوري كمان للبشرة. تاني مكون معايا بنات هيكون معلقة من النشا او المايزينا او الكورن فلاور. نشا يا بنات يعني تفتيح وشد للبشرة. بعد كده هضيف عليهم طحينة، معلقة من الطحينة زي ما احنا شايفين كده، الطحينة السايلة، معلقة من الطحينة السايلة، حاول انزلها. بعد كده يا بنات هضيف معلقة من الزبادي البلدي الطبيعي او الياغورت الطبيعي، وهضيف معلقة من مية الورد او ماء الزهر، ولو احتاجنا تاني زبادي او مية ورد ممكن اضيف لحد ما احصل على قوام كريمي، وممكن استبدلهم بلبن سايل او حليب. هاخد بقى المكونات كده اقلبها مع بعض لحد ما اكون قوام كريمي. عايزه اقول لكم ان الطحينه دي رهيبه في التفتيح، معموله طبعا من السمسم، بتعمل تفتيح فوري للبشره وشد للبشره. ولو عندك اي تصبغات بجد الطحينه فظيعه في اخفاء التصبغات. خلاص يا بنات كده الوصفه بتاعتي بقت جاهزه للاستخدام. ازاي بنستخدمها؟ اول حاجه لازم تغسلي بشرتك كويس جدا بميه دافيه، وبعد كده تنشفي بشرتك وتاخدي من الماسك ده وتحطيه على البشرة وتسيبيه حوالي تلت ساعة 20 دقيقة، لما ينشف خالص ويشد معاكي بعد كده اغسلي بشرتك بمية دافية او فترة اسفة، بعد كده على طول اقفلي المسام بمية باردة او ماء ساقعة او مكعبات تلج مشيها على البشرة. والخطوة الاهم وهي ترطيب البشرة باي كريم مرطب انت بتستخدميه، بتستخدميه من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. حلو جدا يا بنات، جربوه اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك للفيديو وتشاري لكل صحباتك علشان يستفيدوا منه. لو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.